دلوقتي هنعرف how to differentiate between مطر، ازاي ممكن نميز ما بين انواع المادة، يعني ازاي ممكن نميز ما بين السوليد والليكويد والجاز. how to differentiate between state of matter solid liquid and gases. اول حاجة هنستخدمها هي property of matter. property of matter خواص المادة، هنختار two properties ونشتغل عليهم. اول واحدة shape، التانية size. shape الحجم، sorry shape الشكل، size الحجم. تعالى كده علشان نفهم انا بقول ايه. اول حاجة هنبتدي بيها liquid السوائل. تخيل معايا كده انا معايا مية، المية هنا واخدة شكل ايه؟ واخدة الشكل المخروطي بتاع الكوباية دي، واخدة الشكل المخروطي ده. تعالى لو انا حطيتها في البرطمان ده ايه اللي هيجرى؟ هلاقيها اخدت الشكل الاسطواني بتاع البرطمان، يعني بدل ما كان شكلها هنا مخروطي واخدة شكل، واخدة الشيب بتاع الجلاس دي، دلوقتي اخدت شيب تاني خالص اللي هو بتاع البرطمان الجديد. ده معناه ان الشيب the shape of liquid بيتغير. طبعا بيتغير، بيتغير تبعا لايه يا مس؟ بيتغير تبعا للكونتينر اللي احنا حاطين فيه الليكويد. لو الكونتينر بتاعي مخروطي بالشكل ده هلاقيه واخد شكل تقريبا كده شبه منحرف، او نقول يعني شبه منحرف. لو حطيناه في اسطوانه، في كونتينر اسطواني، هلاقي ايه؟ اخد شكل جديد. إذن الليكويد has no definite shape. liquid has no definite shape. their shape can change. شكل الليكويد بيتغير، بياخد شكل الكونتينر. they take the shape of the container. طب تعالى نشوف السايز. يا ترى المية لما نقلتها من هنا وحطيتها هنا اتغير حجمها؟ اتغير؟ زادت مثلا؟ لا طبعا يا ميز، فضلت زي ما هي. اذا liquid has definite volume. liquid has definite volume، عندها حجم ثابت، حجمها مش بيتغير. لو شلتها من الكونتينر ده حطيتها في الكونتينر التاني شكلها هيتغير، لكن حجمها هيفضل ثابت. اذا liquid has definite volume but their shape can change، لكن شكلها بيتغير. they take the shape of the container. طب تعالى نشوف solid. لو خدت استيكة وحطيتها في الكونتينر ده ورجعت حطيتها في الكونتينر ده، يا ترى شكل الاستيكة ده هيتغير؟ هتاخد هنا الشكل المخروطي بتاع الكونتينر ده وهنا هتطول، ولا هتفضل الاستيكة شكلها زي ما هو؟ لا طبعا يا مس، شكل الاستيكة مش هيتغير خالص. so لذلك solid have definite shape. solid have definite shape، عندها شكل ثابت لا يتغير. طب الفوليوم حجمها هيزيد؟ يعني هنا هتبقى استيكة صغيرة وما حطيتها هنا هتكبر، هتبقى استيكة كبيرة، ولا هيفضل الفوليوم بتاعها ثابت؟ لا طبعا هيفضل الفوليوم بتاعها ثابت. اذا solid عندها the shape and the volume are constant، ثابتين. solid have definite shape and volume. طب تعالى نشوف الجازز. البالونة دي فيها ايه؟ البالونة دي فيها شوية هواء مس، يعني فيها جاز، فيها اكسجين وكربون دايكسايد. طب تعالى كده نطول البالونة دي، ايه رأيكم؟ الجاز اللي جواها طول ولا فضل زي ما هو مدور؟ هي كده الجاز اللي فيها شكله واخد شكل الكورة. طب تعالى كده نطول البالونة دي، الجاز اخد الشكل الجديد بتاع البالونة. اذا الجاز زيه زي الليكويد، ملهوش شكل ثابت. has no definite shape but it takes the shape of the container، بياخد شكل الكونتينر. طب تعالى نشوف الفوليوم. الجاز اللي جوه البالونة واخد الفوليوم بتاع البالونة دي. طب تعالى كده نفرقع البالونة ونخرج منها الجاز. كده انا خرجت الجاز من البالونه، يا ترى الجاز ده راح فين؟ هتقول لي يا ميس الجاز بقى موجود في الاوضه كلها، يعني الفوليوم بتاعه اتغير، بدل ما كان محطوط بس جوه البالونه دي، لا ده خرج من البالونه وملى الاوضه بحالها. اذا جاز ولا عنده شكل ثابت ولا عنده فوليوم ثابت.
they don't have definite shape or volume، ولا عندها شكل ثابت ولا عنده حجم ثابت. they completely fill the container، هو بيملى الإناء أو الوعاء اللي هو محطوط فيه بشكل كامل. and take their shape،